وخلق لقيامك قبل أن يخلقك، اللي هو المنهج الإلهي اللي في كتاب مكنون. ولذلك إذا نظرنا إلى سورة الرحمن حينما يقول أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. إذن فمسألة تعليم القرآن قبل خلق. كما يصنع الصانع من البشر ولله المثل الأعلى، قبل ما يصنع الصنع يحدد الغاية منها. فلم يصنع تلفزيون وبعدين قال لي شوفوا لي ينفع فيه دي، لا، أول ما عمل وعمل عنده. طب وسابني أستعمله على كيفي؟ لا، عمل لي كتالوج قال افعل كذا ولا تفعل كذا، كذلك أنا صنعت الله. يوم يعمل لي إيه الغاية، ما خلقت الجن إلا ليعبدون، أدي واحدة. وبعدين المنهج افعل ولا تفعل، فإن كان الإنسان ينفذ منهج الله تفعل ولا تفعل كما يريده الحق، يؤدي الإنسان مهمته على أكمل وجه. فإذا وجد الإنسان في نفسه زرجنة نفس فليعلم أنه خالف تعليما من تعاليم الله، فليرد نفسه إلى مطلوب الله تنتهي الإيه؟ تنتهي المسائل كلها. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن ليلة القدر يقول أنزلناه، وبعدين إيه تنزلوا الملائكة، ففي أنزلنا وفيه نزل وفيه تنزل. أنزلنا دي الفعل المتعدي أعني ليباشر مهمته في الوجود من اللوح المحفوظ، نوديه بقى القرب الأرض للسماء الدنيا، وبعد ذلك تأتي الأحداث فتنزل النجوم على حسب هذه الإيه على حسب هذه الأحداث. ولذلك العرب لما قالوا لو نزل عليه القرآن جملة واحدة نقول لهم أنتوا أغبياء البعدة، لأن ده القرآن حينتظر منكم أسئلة يجيب عليها، فكيف يأتي بها في الأول؟ ده يسيبها كده لما تسألوا يوم إيه نجاوبكم. يبقى لازم تنزل نجوم. طيب الحق سبحانه وتعالى حينما طلب منا أن نحيا هذه الليلة نحييها بأي شيء؟ نحييها برضو بمنهج الله، نكرم الزمن الذي نزل فيه القرآن، وتكريم الزمن الذي نزل فيه القرآن لا ينضبط بليلة، ده علشان يشيع في كل زمان. رمضان بنصوم مش عشان بس نبقى أتقياء فيه، ده ليشيع صفاؤه في كل زمان. فلما نيجي نحيي، طيب لما جم عشان نحيي الليلة هم المستشرقين مسكننا في حتت، يقول لك يا أخوان عندكم أحاديث بتقول التمسوها في وتر العشر الأواخر، وفي أحاديث التمسوها في شفع العشر الأواخر. الله، طب إيه في الشفع ولا في الوتر؟ فأنا قلت للدكتور محمد عبده فاهم فاي المستشرق ده، قل له لو أنت بتفهم القرآن بلغة القرآن ما كنتش تعترض هذا الاعتراض، لأن ما دام قال العشر الأواخر، العشر الأواخر هو الشهر كام؟ لو كان الشهر 30 دائما كنا يبقى في كلام، تقول إيه الشفع وإيه الوتر، إنما ده الشهر مرة يبقى 29 ومرة يبقى 30، فما دام قال تمسوها في العشر الأواخر هاب إن الشهر هيبقى 30، يبقى العشر الأواخر تبتدي من إمتى؟ من ليلة 21، مش كده؟ طب هاب إن هو هيبقى 29 ويبقى العشر الأواخر إيه؟ يبقى مش تبتدي من ليلة 20، يبقى في 20 22، تبقى الشفع هي عين الوتر بس بتختلف باختلاف الايه الزمن 30 هي يصلق عليها هي نعم بيبقى العشر ايه العشر الاواخر في الشفع هي بعينها العشر الاواخر في الوتر هي نفسها. يبقى ما فيش تعارض في الايه تعارض في الحديث. نيجي حته ثانيه برضو اوقفنا بنقف عندها كتير، وهي اذا كان الحق سبحانه وتعالى عمل التجليات دي في ليله القدر واللي تصادفوا عبادة مش عارف ربنا يديله، ما ذنب الذين لهم أعذارهم فلم يصوموا ولم يقوموا؟ أكثر فيها حاجة المرأة التي عليها عادتها، ما ذنبها هي في أن لا تصادف ليلة القدر؟ نقول لو قرأنا القرآن بإمعان لوجدنا ربنا عمل لها احتياط، لأن هو بيقول من شهد منكم الشهر فليصوم، وبعدين قال ومن كان ومن كان ومن كان فعدة أي رمضانه عدة من أيام أخر، يعني يوم ما تيجي تقضي
تبقى هي رمضان هي. فلما تيجي تقضي ليلة القدر يبقى أجلها ليلة القدر. يبقى إذن ليلة القدر كما قال بعض العلماء لا تنتهي كل ليلة فيها ليلة القدر، لأن الناس مختلفين، ده يفطر فيه ده والنهاردة فيبقى فيه ليلة قدر لكل إيه؟ لكل إنسان. ويبقى زمنها ساعة ما تقضي أنت. إذا كان الإنسان لما يكون نائم ويستيقظ يبقى وقته حين يستيقظ، لو استيقظ الضحى يبقى بيصلي حاضر الفجر. تكليف مرفوع عن الله. نعم. فأنا بعذر منك يا الله أنت اللي رفعتها عني، يبقى أنا ذنبي إيه؟ إن أنا ما أخدش هدية ليلة القدر دي. يقولوا لا، فعدتهم من أيام أخرى، أي فرمضانه عدة من أيام أخرى. ولذلك الذين يحتالون على طبيعة الأشياء ويروحوا للدكاترة عشان يديهم حقن عشان تأخر العادة، نقول لا، أنت لما تصومي ما يبقاش رمضانك، لأن رمضانك أيام ما تقضيه بعد ما تمر من هذه الايه، من هذه المساله. الحق سبحانه وتعالى جعل لامه محمد صلى الله عليه وسلم مواسم، هذه المواسم يستيقظ فيها الانسان وان كانت قد اصابته غفله. هذه المواسم حين توجد وبعد ذلك نرى اقبال الناس على شيء يوم يخليني اتنبأ ان كنت غافل، يحلو لي انني ابتدي اعمل. ولذلك المشرفون على انفسهم هم الذين يفيد منهم الاسلام. اللي اسرف على نفسه قبل كده يقول لك يلا اعمل الشيء الفلاني عشان ربنا يغفر لك، ابني مسجد، ادي مش عارف ايه، اطعم مساكين، اعمل ما، لان في معصيه عماله. فاياكم ان يظن احد ان الانسان قد يحتال على الله فيأتي بشيء محرم أكنه ياخده من ربنا كده، يقول له لا، إن عملت شيء محرم أنا هطفعك الدم عشان تعمل شيء حلال، وخليك طول عمرك تعطي المعصية تلهب ظهرك وتعمل الطيب علشان إيه. ولذلك ينصر الله هذا الدين بالرجل الإيه؟ بالرجل الفاجر. أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نستقبل ليلة القدر بما يحب خالق ليلة القدر، وبما يحب من أنزل القرآن في ليلة القدر. بقي شيء آخر أحب أن ألفت إليه. العلماء اختلفوا، ليلة القدر دي اللي بتقدر فيها الأمور هي نصف شعبان ولا ليلة نزول القرآن؟ في سورة يقول لك إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا فيها يفرق كل أمر الحكيم. فقالوا ده دي ليلة إيه؟ ليلة نص شعبان. نقول له الحق سبحانه وتعالى يعني بعلمه الأزل يعلم إننا حنقف، إنما بيسنبناش نقف، لازم يدينا لمحات في طي الإشارات علشان أهل الذكر كده يقعدوا يبصوا لها كده ويعتبرهم ويطلعوا لنا. طيب اسمع، حاميم والكتاب المبين. حاميم دي من ألفاظ القرآن التي استأثر الله بعلمها، غيب ولكن غيب يحرسه مشهد، لأن اللي فيها حاميم فيها كتاب مبين ظاهر واضح وفيه كل الأحكام. يبقى القرآن هيبقى حاجتين اتنين، غيب زي الحروف المقطعة وواضح، كتاب مبين ظاهر وواضح، الاتنين قرآن. يبقى حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه، أي أنزلنا القرآن المشتمل على إيه؟ نعم. على الاثنين دول، حاميم الغيبية والكتاب الإيه؟ المشهدية والكتاب المبين. دي نازل وده إيه؟ وده نازل. طيب فيها يفرق كل أمر حكيم. عادة نقول الفرق بين شيئين في الدين دائما نعرفه أنه فرق بين حق وباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني شيء يفصل بين الحق والباطل، يبقى ليهم كده وضع. لكن هنا يقول يفرق كل أمر حكيم، الفرق مش من باطل وحق، ده الفرق هنا بين أمرين حكيمين، يفرق كل أمر. الله، طب ازاي يفرق بين أمر؟ أم قال لك لأن كل شيء حكيم قد يكون له زمن ويجي ثاني له برضه زمن، فهو يفصل الزمن ده عن الزمن ده. مثلا كان قبل ليلة نصف شعبان ربنا سبحانه وتعالى موجهنا لإيه؟ لبيت المقدس. نعم. وبعد كده وجهنا إلى إيه؟
الكعبة المشرفة. يبقوا الاثنين حكيم، يعني كنا حكيم في الأولى. يبقى إذن هنا يفرق بين حكيمين، مش بين حق وباطل، لا بين حكيمين. بس ده له زمن وانتهى، وده له زمن وإيه ويبقى يبتدي. ولذلك تجد الرمزية الدقيقة في هذه، أن الحق سبحانه وتعالى لم يجعل تحويل القبلة في أول فرض، يعني صلاة كده وبعدين نقول العصر هنصميه بقى كده، صلينا الظهر على بيت المقدس يلا صلوا الايه العصر على المقدس. قال لك لا، ده جعلوا فرض واحد ويقسموا كده الاثنين، ركعتين عند بيت المقدس وركع على أين، على أنهم الاثنين كمال واحد وحكمة واحدة يفصلها في وقت واحد، مش دي لها وقت ودي لها ودي لها وقت. وبدال بعد ذلك ينحلوا الايه، ينحلوا الاشكال. والاشكال بينشأ، الناس اللي بيعملوا اشكالات في مثل هذه المسائل، ناس عايزين يبرروا سوء نيتهم بالنسبة للإسلام. إنما لو إن هم قعدوا كده، ولذلك الحق يقول قل إنما أعظكم بواحدة، ما تاخدوش إسلام الجماهير ولا حكم الجماهير، لأن حكم الجماهير بيداري فيه الباطل مع الحق، مظاهرة ماشي، واحد يكتب بسقوط اللي مش عارف إيه، ما نعرفش مين هو، أهو متداري في اللي إيه؟ متداري في في الجمهرة دي. نقوم نقول له لا، حق سبحانه وتعالى يعلم طبقة كل صوت ويرد الصوت إلى صاحبه. ولذلك دي اللي خلانا نفهم برضو بتوع بروكسل قعدوا يقولوا إيه، يعلموا الإيه الجهرة من القول ويعلموا ما تكتمون. الراجل بيسأل هذا السؤال، طب الجهر ما كلنا نعرفه، طب يعلموا الجهرة، يقول يعلموا ما نكتب، إنما الجهر ده ما احنا نعرفه. قال لك لا، هو قال يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتب، بيتكلم عن محدث واحد، لا ده بيتكلم عن العموم. ما تكتمون تجهرون، قال لك ليه، عشان الباطل قد يدرى في الحق. نقوم نقول له يا أهل الباطل ربنا هياخد صوتك ويعرف هو المين، يبقى معرفته بما نجهر فوق معرفته بما نكتم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمد ولاة أمورنا بالسداد والرشاد والتوفيق، ليأخذوا بيدنا إلى منهج الله، لنستريح من متاعب هذه الحياة، والله الموفق والمعين. اللهم إني أسألك لكل مؤمن هداية، اللهم إني أسألك لكل مؤمن هداية، وإن كانوا قد اهتدوا فزدهم هدى وآتهم تقواهم. اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.